على شاطئ ترعة من ترع النيل أصلح بعض الأهالي مساحة وفرشوها بأعواد الأرز، وليس لها حوائط ويطلق عليها مصلى، فهل تصح صلاة الجمعة والجماعة فيها؟ جاء في فقه المذاهب الأربعة أن المالكية قالوا لا تصح الجمعة في البيوت ولا في الفضاء، بل لا بد أن تؤدى في الجامع، ويشترط في الجامع شروط أربعة: الأول أن يكون مبنيا، فلا تصح في مسجد حوط عليه بأحجار أو طوب من غير بناء، والثاني أن يكون بناؤه مساويا على الأقل للبناء المعتاد لأهل البلد، فلو كان البلد أخصاصا صح بناء المسجد من البوص، أما إذا كانت عادتهم البناء بالطوب المحروق مثلا وبنوا المسجد بالطوب النيء أو النيء فلا تصح الجمعة فيه، والثالث أن يكون في البلد أو خارجا عنها قريبا منها بحيث يصل إليه دخانها، والرابع أن يكون متحدا، فلو تعدد في البلد الواحد فلا تصح الجمعة إلا في الجامع القديم وهو الذي أقيمت فيه الجمعة أولا في البلد ولو تأخر بناؤه، ولا تصح في المسجد الجديد الذي لا حاجة إليه ما دام القديم موجودا ولم يحكم بصحتها فيه حاكم. هذا في مذهب المالكية. أما المذاهب الأخرى فلا تشترط لصحة الجمعة أن تكون في مسجد، بل تصح في أي مكان داخل البلد أو خارجها. ومما يدل على مذهب الجمهور وهو صحة صلاة الجمعة وغيرها في أي مكان ما رواه ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم، وإسناده جيد كما قال أحمد. وروى عبد الرزاق بسند صحيح أن ابن عمر كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم. فالخلاصة أن إقامة الجمعة والجماعة في هذا المكان المسؤول عنه جائزة على رأي الجمهور، والله أعلم.